ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك في هذه النشرة وآخر التفاصيل لديك من معبر رفح. أهلا كريم. سجل الإجرام الإسرائيلي لا ينتهي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتواصل إسرائيل التعنت أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك الوقود والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر. اليوم السبت هو ثاني أيام منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليومين متتاليين عملية دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والوقود في إطار العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملية دخول المساعدات الإنسانية، وأيضا في إطار حصار إسرائيل الخانق ودولة الاحتلال الخانق على قطاع غزة. اليوم السبت هو يوم عطلة رسمية في دولاب العمل الإسرائيلي، فبالتالي مع منفذ رفح منفذ كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل مؤقت هو إجازة، وإجازة في المعبر وليس إجازة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين وتقصف المدنيين بلا رحمة، وشعب يتلقى قصف ما بين قصف وقصف بقصف آخر في المناطق التي يدعي جيش الاحتلال أنها مناطق آمنة وينزح إليها المدنيين كما حدث فجر اليوم، واستهداف لمستشفى مدرسة التابعين في قطاع غزة، وراح ضحية هذه المدرسة في الأعداد الأولية التي تشير التقارير حتى هذه اللحظة إلى 100 قتيل أو 100 شهيد عفوا، بالإضافة إلى عشرات المصابين والجرحى. نحن أمام استمرار التعنت الإسرائيلي، نرصد ذلك من هنا من هذه البقعة الجغرافية فيما يتعلق بعملية دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية في إطار سياسة التجويع واستخدام سلاح التجويع بضراوة ضد المدنيين الأبرياء، وأصبحت إسرائيل تستخدم هذا السلاح بضراوة مع أسلحتها الفتاكة التي تسفك بها دماء الأبرياء في قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بعملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية صوب قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم الذي يعمل بشكل مؤقت لدخول هذه المساعدات بناء على الاتفاق المصري الأمريكي الذي حدث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الأمريكي جو بايدن بدخول هذه المساعدات بشكل مؤقت من خلال منفذ كرم أبو سالم لحين الوصول إلى آلية أو اتفاقية للعمل من خلال معبر رفح البري شريان الحياة إلى القطاع مرة أخرى. أما فيما ترمى إلى أسماعنا من الجانب الآخر، استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، ولكن وتيرة القصف هي أقل حدة بكثير عن الأيام السابقة، ربما تحولت الأحداث إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة اليوم وكذلك في مناطق الوسط، لكن ما كنا نستمع إليه وما نرصده هنا من أقصى نقطة في الحدود المصرية من دوي الانفجارات وكذلك الاشتباكات التي تحدث بين فصائل المقاومة الفلسطينية في المناطق الشرقية والغربية لمدينة رفح الفلسطينية هو أقل حدة بكثير عن الأيام السابقة التي كنا نستمع إلى القذائف وإلى القصف المدفعية الإسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. على أي حال هذا هو المشهد من الجانبين، المصري من معبر رفح وكذلك الجانب الآخر من مدينة رفح الفلسطينية. إليك كريم إذا ما كان لديك أي استفسار آخر. من الجانب المصري لمعبر رفح البري مراسل القاهرة الإخبارية عبد المنعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك.